من جامع أبي حنيفة النعمان في مدينة الأعظمية انطلقت حملة عراق بلا تطرف برعاية دولية ضمن خطة حكومية لمحاربة الفكر التكفيري والغلو بالتوازي مع الانتصارات العسكرية التي تحققت على تنظيم داعش. المجمع الفقهي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء المشرف على هذه الحملة شدد على أن الظلم بشتى صوره وسرقة أموال البلاد والتمييز أبرز أسباب التطرف. إن شيوع الظلم بشتى صوره كظلم الأفراد والشعوب ومحاربة الأفكار المعتدلة وسرقة أموال البلاد والعباد والتمييز بين المكونات يخلق التطرف والتشدد. رئيس مجلس النواب سليم الجبوري من جانبه أشار إلى أن التطرف لا ينحصر بمكون يحاول إيجاد كيان لنفسه، بل إنه يشمل جميع من لا يؤمن بالدولة وسلطتها. ماذا تقولون عن العشائر التي تحمل السلاح وتريد أن تواجه غيرها بما تملك من سلاح خارج إطار الدولة؟ ألا يسمى هذا تطرفاً؟ ماذا تقولون لأذرع مسلحة موجودة لأطراف سياسية تريد أن تفرض وجودها بقوة السلاح وليس بقوة المنطق والعقل السياسي؟ ألا يسمى ذلك تطرفاً؟ وفي الوقت الذي أكد السيد عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة على إمكانية محاربة التطرف بالحوار والتفاهم بين مختلف الطوائف، طالب بضرورة ابتعاد العراق عن سياسة المحاور والوقوف على مسافة واحدة فيما يخص النزاعات الأقليمية والدولية. ليس من الطبيعي أن يتحول العراق إلى طرف في تلك الأزمات وينحاز إلى هذا المحور أو ذاك. نريد للعراق أن يكون محوراً لا متمحوراً وجسراً تلتقي عنده مصالح الجميع. وطالب ممثل الأمم المتحدة خلال كلمته بضرورة تنظيم برامج توعوية في المدارس والجامعات ومختلف مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى المساجد والحسينيات ووسائل الإعلام لنجاح هذه الحملة. يقع على عاتق المراجع الدينية ورجال الدين دور عظيم في تحقيق هذه الغاية من خلال توحيد الرؤى وتقديم النصح والإرشاد للشباب وإطلاق حملات توعوية وتثقيفية وإصدار الفتاوى التي تحرم وتدين التطرف والغلو والإرهاب. من دور العبادة ينطلق الاعتدال أو التطرف، لهذا تم اختيار مسجد أبي حنيفة النعمان ليكون رمزاً لمحاربة الفكر المتشدد ضمن حملة عراق بلا تطرف. أحمد عرام، الحرة، بغداد.